السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ معاكم مستر اسامه. ان شاء الله هنبدا مع بعض دلوقت جلسه ريفيجن بالنسبه للانجليش برايمري 6. طيب احنا شايفين قدامنا كده هنلاقي مجموعه من الاسئله موجوده كفاينل ريفيجن. هنلاقي مثلا بيقول لك لاست يير هي، بعدين بيقول عندي دوتس، بعدين ذا تشيلو. طبعا بيجيب لي اختيارات على اساس ان هو يحاول ايه يغلطني فيها. فالاقي مثلا played playing play to play. طبعا هنا هو بدا الجمله بايه؟ last year. طالما بدا لي الجمله انا عندي last year يبقى انا عارف ان انا بتكلم في ايه؟ في الباست سمبل. تمام؟ طيب هنختار حد كده نفتح له الخط نشوف اجابته ايه. هنا خالد اول اسم عندنا، ماشي قول لنا الاجابه كده. played. تمام، يبقى الاجابه بتاعتنا played. يبقى الاجابه بتاعتنا ايه؟ played. طيب تاني حاجه عندي بيقول لي the orchestra not music by Bach. طيب هنلاقي عندي هو مديني اختيارات eat performed talk moved. طيب انا هاخد بالي بقى من كلمه اوركسترا نفسها، تمام؟ هي اللي هتحدد لي انا هختار ايه، وعندي برضو كلمه ايه؟ ميوزك. طيب هنفتح السوق كده بالنسبه لعمر عصامي يقول لنا اجابته ايه؟ عمر معانا؟ طيب الاجابه بالسؤال الثاني هتبقى ايه يا عمر؟ توك. طيب هو بص خد بالك بيقول لي زي اوركسترا بعدين نقط ميوزك باي ايه باك. طيب اما يجي لي سؤال زي كده يبقى انا هستخدم بقى كلمه ايه؟ performed. هستخدم كلمه ايه؟ performed. تمام؟ يبقى الاجابه بتاعتي تمام. هي performed. طيب هنبص على الجمله اللي بعديه بيقول لي ذا نقط از ا وايلد انيمال. طبعا هو هيجيب لي ديفرنت انيمالز هنا في الاختيارات، يعني يقول لي باروت كات تايجر ايجل. تمام؟ طيب نشوف جنى أسامة كده تقول لنا الإجابة إيه؟ معانا جنى أسامة؟ تايجر. تايجر، يبقى أنا الإجابة بتاعتي إيه؟ تايجر. يبقى أنا أبص كده على الأنيمالز اللي عندي هلاقي إن التايجر هو الإيه؟ الوايلد أنيمال فيهم، فاختار إيه؟ تايجر. طيب بعد كده نمبر 4 بيقول لي جاينت بانداز إيت ومديني النقط بعديها. فانا طبعا من قطعه الريدنج اللي عندي ابقى واخد بالي ايه الحاجه اللي الجاينت بانداز نفسها بتاكلها، هل هي بامبو ولا سباجيتي ولا فروت ولا ماونتينز. طيب نختار حد تاني كده. لامار محمد ممكن تجاوب؟ بامبو. تمام، يبقى بالظبط كده الاختيار الاولاني هو الاجابه بتاعت البامبو هو الايه الاجابه الصح. طيب نمبر 5 بيقول لي هي از، بعدين النقط عندي الدوتس عندي بيقول لك ريدي فور ذا كونسرت. اخد بالي طبعا ان هو بيقول لي ايه هيز او هي از. تمام، يبقى طبعا دي اللي هتحدد لي بالظبط شكل الاجابه بتاعتي هتبقى عامله ازاي. هو مديني اختيارات زي جوت جيتس جيتنج جيت. ساندرا بتقول لنا الاجابه. معانا يا ساندرا؟ طيب ملك طلعت؟ getting. هيبقى الإجابة معانا إيه؟ getting. هيبقى الإجابة معانا إيه؟ getting. تمام؟ يبقى أنا عندي هنا ده مثلا نموذج قدامي ال 5 questions الموجودة عندي الاختيارات بتاعتها بتبقى ايه متحددة وانا اركز واختار بكل هدوء. طيب ابص على اللي بعديه، النموذج اللي بعديه كده بيقول لي مثلا امل بعدين عندي الدوتس a tree yesterday. طيب بيقول لي الاختيارات climb eat flew played. طيب ولا احمد علي صوتك. طيب
الإجابة تبقى إيه عربي. ولا؟ أنا موجودة يا كابتن. أنا موجودة يا كابتن يا مستر. طيب إيه الإجابة؟ السؤال الأولاني. بيقول لي عملت أنا كلايمبنج. تمام، برافو عليك، هتبقى كلايم، هتبقى ايه؟ كلايم. يبقى دي الاجابه بالنسبه لي صح، لان هو بيقول لي اتري، يبقى طبعا هي دي الايه؟ الاجابه، يبقى هي دي الايه؟ الاجابه. طيب، عندي بعد كده بيقول لي الدوتس في البدايه، النقط عندي في الاول، يو وانت سم هيلب. فطبعا بيقول لي داز ولا دو ولا ار ولا هاف. تمام؟ داز ولا دو ولا ار ولا هاف. تمام؟ طيب نشوف جنى حسام، الإجابة عندك إيه؟ دو تمام، برافو عليك، يبقى الإجابة إيه؟ دو، لأن أنا عندي يو وانت، يبقى أنا هختار إيه؟ دو. طيب بعد كده عندي بيقول لي ذا نقط helps people who have emergencies. طيب إديني اختيارات زي teacher, farmer, baker, و officer. طيب نشوف مثلا يوسف هيثم كده. طيب نشوف هنا، الإجابة هنا. أوفيسر تمام، برافو أوفيسر عليك، يبقى أوفيسر، يبقى الإجابة إيه؟ أوفيسر. طيب أجي بعديها بيقول لك she is not on makeup. She is not on a makeup. يبقى الاختيارات عندي puts, put, putting, to put. تمام؟ طيب أنا عندي هنا طالع باسم فيرو، ممكن يجاوب معانا أو تجاوب؟ هتبقى بوتينج. هتبقى putting. تمام. عندي بعد كده جاين pandas don't، بعدين الدوتس عندي in the wind. طيب دي اختيارات sleep, hibernate, run, live. طيب نقول جنى حسام. هايبرنيت. تمام، برافو، يبقى الإجابة عندي إيه؟ hibernate. طيب نبص على النموذج اللي بعده. بيقول لي she likes playing music. She plays the بعدين الدوتس أو النقط عندي every day. path ولا pass ولا pass ولا pass. طيب نشوف لامار، الإجابة يا لامار هتكون إيه؟ طيب مالك طلعت؟ دي تمام، هتبقى الإجابة آخر حاجة دي، لآلة الباص طبعا هي الإيه؟ الإجابة الصح. طيب بيقول لي بعد كده don't say not fly in the sky. مديني اختياراتي زي parrots, lions, bears, camels. طيب هنا تجاوب معانا؟ parrots. تمام، طبعا عشان قال لي fly in the sky يبقى إيه؟ parrots. The operator told Ahmed to stay. بعدين عندي الدوتس بتاعتي بيقول لي noisy ولا angry ولا nervous ولا calm. جنى أسامة، هاي جنى. quietly. لا احنا في نمبر 3. The operator told Ahmed to stay. noisy ولا calm. angry ولا nervous ولا calm؟ calm. calm، يبقى بالظبط كده، برافو عليك، الإجابة calm. طيب خليكي معانا برضو، أنت قلتي الإجابة بتاع اللي بعديها هي she plays a cello. طبعا عندي الدوتس، طبعا أنت قلتي إيه؟ quietly. quietly، طبعا لأن ده الأدفيرب عندي هو عايد على الفيرب اللي هو plays، يبقى هختار إيه؟ quietly. عندي بقى كده نمبر 5، بيقول لي وي نقط الدوتس عندي اهي اتري وين ذا بارت فلو باي. اخد بالي، افتكر طبعا الرول اللي احنا كنا اتكلمنا عنها بتاعت وين، ان انا طبعا بيبقى طالما في عندي بعديها الباس سيمبل انا هيبقى فيه الباس كونتينيوس. طيب يبقى دلوقتي
جانا حسام، طيب ممكن تجاوب معانا؟ وير كلايمينج. تمام، لما أكون ويف كلايمينج، تمام، يبقى هي الإجابة إيه بتاعتي. طيب نخش على النموذج اللي بعده. هلا بيقول لي there، بعدين عندي الدوتس او النقط، is a musical instrument. مدين اختيارات تيب، تري، تيوبا او تيبل. طيب نشوف ملك طلعت تيوبا. تيوبا. تمام، برافو عليك، يبقى الاختيار سي اللي هي ايه، تيوبا. طيب بعد كده بيقول لي I was، بعدين عندي الدوتس، عندي النقط، groceries when the bird flew by. نفس الطريقة اللي احنا حلينا فيها في النموذج اللي قبليه، بس طبعا عندي ايه ال when موجودة، وطبعا البارت استخدمنا بعديها flew كباست سيمبل، هو هنا مسهلها لي ان هو مستخدم ايه او حاطط لي was. تمام، طيب يبقى هنا الاختيارات buys ولا to buy ولا buying ولا buy. ممكن نشوف بقى عمر عصام. يلا يا عمر، الإجابة هتكون إيه؟ باينج. باينج. تمام، يبقى الإجابة عندي إيه؟ باينج، لأن طبعا بعد ووز أو غير هيبقى الـ verb plus ing. طيب بعد كده نمبر 3 بيقول لي the people are cleaning، وبعدين عندي الـ dots the music room. هو هنا طبعا عايز استخدم preposition اللي هو أنا بستخدمه مع cleaning، وكانت موجودة عندنا مثلا في conversation بتاعت الـ unit. فطبعا الاختيارات عندي to ولا up ولا with ولا by. تمام، طيب جانا أسامة. up up، برافو عليكي، يبقى الإجابة إيه؟ up. طيب نمبر 4 عندي بيقول لي he، بعدين عندي الدوتس اللي هو the drums. طبعا أنا عندي هنا دي drums musical instruments، أشوف بقى إيه المناسب معاها. تمام، بيقول لي هل هي hits ولا sings ولا runs ولا close. هنشوف ساندرا. هات هيتس. تمام، طبعا هنا الدرامز نفسها هيكون ايه، هيتس. طبعا لو قال لي بلايز، بلايز بتمشي مع كل الميوزيكال انسترومنتس اللي عندي، لو الدرامز هتبقى هيتس بس، لو بتكلم بقى على الترومبت والريكوردر هيبقى ايه، كلوز. طيب نمبر 5 بيقول لي you can call the police when there is a او an. طبعا هو مديني الاختيار pay ولا emergency ولا party ولا theater. نشوف بقى ولاء احمد المره دي. emergency. تمام، emergency، برافو عليك، يبقى الاجابه معايا ايه، emergency. طيب النموذج اللي بعده، طبعا اول سؤال بيقول لي I can see the violin in the، وبعدين الدوتس او النوت روم. بيجي عندي يقول لي هنا بوتل ولا بوك ولا ميوزك ولا ارت. طيب فيرو ميوزك. ميوزك، برافو عليك، يبقى ايه، ميوزك. شيز ا، وبعدين عندي النقط جير. شيز ا، وبعدين عندي الدوتس، عندي ايه، جير. طالما عندي فيرب تو بي هنا، يبقى انا هتكلم في ايه، انا هتكلم في adjective. تمام، لو كان عندي فيرب يبقى انا كنت هستخدم الادفيرب، لكن طالما عندي فيرب تو بي هنا يبقى انا هستخدم adjective. تمام، طب بيقول لي sadly ولا good ولا well ولا badly. ساندرا تقول لنا الإجابة. good. good، برافو عليكي، يبقى she's a good girl. بعد كده عندي نمبر 3 بيقول لي there is a box، بعدين عندي الدوتس او النقط يو. الاختيارات عندي into ولا behind ولا on ولا about. هنا تجاوب معانا behind. تمام، يبقى behind البروبوزيشن عندي هنا اللي استخدمته اللي هو ايه، behind. طبعا الادرس بليسز اللي هو هنا استخدمناها وكانت موجوده معانا ايه في الكونفرزيشن بتاعي. بعد كده بيقول لي نمبر 4 my grandfather is still. الاختيارات بتاعتي بتقول alive ولا live ولا life ولا leave. طيب هنا خالد alive. alive هتبقى اول واحده ايه، alive، برافو عليك.
طيب بعد كده last one معانا بيقول لي she was tired, she was taking a, هل homework ولا match ولا prize ولا nap؟ جنى حسام nap. تمام، هيبقى taking a nap طبعا بياخذ قيلوله ويبدا ايه ان هو يستريح. تمام. طيب في اي حد عنده اي سؤال في اي حاجه في المنهج او في الاسئله اللي احنا جاوبناها؟ تمام، ممكن اي حد لو لا عنده اي شكرا. حاجه يعمل raise hand ونشوف لا هو لو شكرا. محتاج حاجه. تمام كله كده. هنا خالد تمام، تمام. ولاء تمام. تمام. تمام تمام. تمام. طيب ربنا يوفقكم ان شاء الله، وان شاء الله كله الفول مارك باذن الله. ان شاء يلا الله. جود باي.